الحب والنوى يحاسب العبد على ما نوى ويطلع على الضمير وما حوى وصف حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب على نفسه البقاء وكتب على غيره الفناء فقال وقوله الحق كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله ربه رحمة للعالمين وإماما للمرسلين وحجة للمسترشدين وسراجا منيرا للناس أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين ما للسماء تبرجت أفلاكها وزينت بحلى الجلال الوافد وكأن صداح العوالم هاتف طربا يبشرها بنور محمد وتساءل الثقلان ليلة إذ بدا نور الجلالة بالنبي الأمجد ما هذه الأسرار والأنوار والبركات يغدقهن أكرم ماجدي ولد الحبيب ولد الحبيب وبين عينيه الهدى ترنو له العليا بطرف ساهد يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدٍ.